السلام عليكم طلاب، الشاشة واضحة العرض؟ طلاب تقول إذا واضح، واضح العرض أو لا؟ اوكي طلاب، هسه اليوم عندنا مختبرنا هو السيرابس. اليوم مختبرنا هو السيرابس. المختبر قسمناه جزئين، يعني شوي طويل حتى ما يكون يعني ممل، وتقدرون تسيطرون عليه أثناء الشغل العملي. Syrups are sweet vesicles aqueous liquids. They are concentrated aqueous preparations of sugar or sugar substitute with or without flavoring agents and medicinal substances. إذن من خلال التعريف راح نعرف أنه السيرابس هي عبارة عن sugar and water. هذا يعني خلينا نقول المين كومبوزيشن اوف سيرابس هو الشوغر اند ووتر. بعد ذلك تيجي الاضافات الاخرى اللي هي الاكتيف انجريدينت او الميديسينال سبستانسز والفلافرنج ايجنتس. الاضافات الاخرى هي راح تحدد لي نوع السيراب، هل هو ميديكيتد اور نون ميديكيتد. So medically they are divided into two types. Number one, non-medicated syrups. من خلال التسمية هو non-medicated. ماذا يعني non-medicated الطلاب؟ يعني من خلال التسمية انت ايش راح تفسره يعني هذا السيرب؟ اذا هو non-medicated يعني شنو المقصود به الطلاب؟ نعم اي، ليش ماكو شير ماما؟ لحظة بس اسوي لكم شير مرة ثانية. نعم احسنتم، ما بي استخدامات طبية. صراحة اسوي شير مرة ثانية. اوكي هسه اسوي شير مرة ثانية طلاب. فبالضبط انه هذا النان ميديكيتد سيرابس يعني استخدمه فقط فلافرنج. بتعبير آخر these syrups are intended to serve as a pleasant tasting. إذن هو وظيفته فقط يحسن الطعم. إذن هو يعتبر يعني هسه ال non-medicated syrup اللي هو ال flavoring syrups هو عبارة عن additives علما لل medicated syrups، يعني ممكن أحسن بيه الطعم لشراب آخر يحتوي على مواد طبية لكن طعمها غير مستساغ. Examples of non-medicated syrups هو cherry syrup, orange syrup, simple syrup. طبعاً simple syrup ما هو طلاب؟ شنو simple syrup؟ شنو main composition of simple syrup؟ main composition of simple syrup شنو طلاب؟
The main composition of simple syrup. نعم water and sugar. أحسنتم. Water and sugar هو ال simple syrup. نعم ما نقدر نقول بدون نكهات مضافة، بس نقدر نقول simple syrup هو water and sugar. يعني معناها شنو؟ هو ما بي أي مواد طبية. إذن هو شو استخدم؟ يستخدم ينطي فلافرينج أو يحسن الطعم فقط المن للشرابات الأخرى اللي تعتبر طبية. هذا هو معناها. زين خلينا نكمل هسه الشرح. الميديكيتد سيرابس، هسه الميديكيتد من اسمها معناها تحتوي على active ingredients and give therapeutic effectiveness. Okay, these contain ingredients giving them therapeutic value. بالصيدلية عندنا كم كبير من الميديكيتد سيراب مثل الانتي توسيف، الانتي هيستامين، الانتي بايوتيك، الانتي بروتوزوال. يعني كلش عندنا سيرابس بالصيدلية نعتبرها medicated سيرابس. لماذا؟ لأن تنطي therapeutic effectiveness. هسه نجي نسوي classification للسيرابس according to their basic formulation. من أقول لك صنف لي السيراب according to their basic formulations يعني المكون الأساسي، تقسم لي إياها إلى قسمين. قسم number one sugar based syrups، number two sugar free syrups. ال sugar based syrups they are concentrated solution of sugar. إذا النوع الأول من يكون أساس ال sugar based syrup راح يكون concentrated solution of sugar. ال sugar المستخدم هنا هو type النوع مالته هو إما سكروز أو ديكستروز. شنو الفرق طلاب بين السكروز والديكستروز؟ هو both of them sugar، لكن شنو الفرق بين السكروز والديكستروز؟ من عنده معلومة؟ يعني بعد من عنده معلومة غير محمد عبد الله واسمي؟ نعم الداي. اوكي سكروز ثنائي والديكستروز احادي. احسنتي منار. الديكستروز حلاوته اقل. اوكي احنا زهرة ابراهيم هسه بس نريد فروقات اساسية. نعم بالضبط. يعني اللي بحثت عنه هو انه تايب اوف شوجر، يعني يكون السكروز داي سكرايد والديكستروز يكون مونو، فهذا هو الفرق الاساسي بيناتهم. زين نمبر 2 هو الشوغر فري سيرابس. هل معناها من نقول شوغر فري سيرابس انه ما بي شوغر؟ كلا، هو بي شوغر لكن من النوع الارتفيشال. These are formulated with artificial sweetening agent like what? Like sorbitol. The use of sucrose، هل نفضل استخدام السكروز ام الديكستروز الاحادي او الثنائي؟ فالجواب السكروز is preferred in the pharmaceutical preparation. Why? Due to many properties or due to many characteristics. A. Its purity, degree of sweetness, lack of color, ease of handling, its inertness. هذا السبب اللي يخلينا نفضل السكروز اللي هو الدايسكرايد على المونوسكرايد. لأن B criteria نعم ما موجودة بالمونوسكرايد. زين هو نفس هذا السكروز اللي احنا نفضل استخدامه لصفات العديدة راح يمرنا بتو ديجريديتيف باثويز، راح يمرنا بطريقين للتحلل. الطريق الأول اسمه فيرمنتيشن يعني راح يتخمر. الطريق الثاني هو الهايدروليسز راح يتحلل. طبعا اكو فرق من نقول fermentation and hydrolysis، كل واحد راح يكون له صفات معينة من خلالها اعرف انه هذا السيرابس which contain sugars if it is fermented or hydrolysis، يعني هل هو تخمر ام تحلل.
ناخذ اول مره، اذا صار بالسكروز فرمنتيشن ايش وقت يصير هاي الحاله؟ ايش وقت يصير تخمر؟ التخمر هو اكيد معناه وجود مايكرو اورجانيزم سببت التخمر، هذا ظاهره التخمر. فايش وقت اعرف انه هذا الدرج اللي بيه سكروز اتعرض للفرمنتيشن not to hydrolysis؟ سكروز as a carbohydrate in dilute solution، تخلون الخط جوا dilute solution، بمجرد يكون محلول مخفف وليس مركز بالشوغر راح يعتبر good media for growth of different types of microorganisms such as yeast or mold. ليش؟ لأنه من كان diluted solution معناها عنده free water in a large percent، عنده كمية مي بنسبة كبيرة، وبالتالي نعرف أنه المي هو أساس الحياة للمايكرو أورجانيزم سواء كانت yeast or mold. فهذا السؤال جدا مهم. إذا أقول لك what is the condition which lead to sucrose fermentation، condition هو dilute solution. أوكي جاوبني، إذا كان السكروز in a dilute solution provide a good أو nutrient media for the growth of microorganisms such as mold and yeasts. أوكي زين، شلون أعرف أني صار عندي تخمر؟ راح يصير عندي different steps of microorganism growth turbidity اللي هي change in color, change in odor, change in taste، تغير في الطعم والرائحة والطعم واللون أيضا، يصير تيربد عكر. السؤال الآخر المهم اللي ممكن يجيك: The concentration of sucrose is an important factor in inhibition of mold growth. أعطيك هذا ال statement وأقول لك explain، وضح شنو معناها ال concentration of sucrose is an important factor in inhibition of mold growth. الجواب: The saturated solution of sucrose if stored properly will be self-preserving. يعني يشتغل كمادة حافظة لنفسه، يحفظ نفسه بنفسه إذا كان في حالة concentrated solution. إذا كان concentration of sucrose is an important factor in inhibition of mold growth، الجواب the saturated solution of sucrose if stored properly will be self-preserving. why بين قوسين ها مهمة جدا توضح لي اياها، راح تقول لي contain no free water عكس ال dilute solution. dilute solution contain free water. اوكي منو منكم يتذكر ايش قد تركيز السكروز حتى يشتغل as self-preserving؟ مذكورة عندكم بالنظرية إذا ما أخذيه، من يتذكر إيش قد النسبة؟ إيش قد percent طلاب؟ إيش قد percent طلاب؟ أحسنتم، 85 تقريبا، 80 85 85 تقريبا، أحسنتم. 85% إذا جبت لك 85% ال concentration of sucrose وراح تجاوبني نعم نشتغل أو act as self-preserving. أحسنتم. أوكي زين، من يكون بنسبة 85% تكمل الجملة تقول لي contain no free water so they thus behave as anhydrous media، يعني يشتغل كأنه ميديا غير مائية with respect to growth of microorganism. And this will lead to what? To shrinkage and lysis of microorganism. طلاب هاي الظاهرة أخذناها في صف يعني أتذكر السادس إعدادي، إنه لو المايكرو أورجانيزم دخلت داخل هذا الكونسنتريتد سوليوشن أوف سكروز اللي هو 85% راح تتورط. ليش تتورط؟ لأن راح تعاني من ظاهرة الأوزموزيس. الأوزموزيس شنو هو؟ إنه transfer of water from low concentration high concentration to low concentration، يعني راح يكون المي داخل جسمها
مقارنة أو قياسا بالميديا اللي دخلت بيها اللي هي الأنهيدروس ميديا عالي، فينتقل الماء من التركيز العالي إلى الواطي، فجسمها عالي يعتبر بالنسبة للميديا اللي هي تورطت ودخلت بيها، وبالتالي من راح تفقد المي راح يصير بيها شرينكج اند لايسز. طلاب واضحة هاي ظاهرة الأوزموزز ذكرتوها وياي يعني، خاف نسألكم ياها بالأورال ديسكشن. ذكرتوها ظاهرة الأوزموزز، نعم أحسنتم. أوزموزز تخص الانتقال المي من التركيز العالي إلى التركيز الواطي، فهي جسمها شو يعتبر؟ يعتبر تركيزه عالي مقارنة بالميديا اللي تورطت ودخلت بيها اللي تعتبر أنهايدروس ميديا. أحسنتم. زين، في بعض الأحيان أنا أضطر أن أستخدم بريزيرفاتيف إذا كان نسبة السكروز أقل من 85%، فالبريزيرفاتيف which are suitable for use in syrups. مثلا أنطيك فراغات أقول لك أنطيني أصناف من البريزيرفاتيف، راح تقول لي البنزويت، بارابين، سوربيك أسيد، ميكستشر أوف ميثيل بارابين أند بيوتيل بارابين. يعني ممكن تقدر تقول لي البارابين هو البنزويت أند سوربيك أسيد، يعني كتعطل واضح زين. أو مثلا أجيبك البنزويت act as فراغ in a preparation of syrups، يشتغل كشنو بتحضير السيرابس، تقول لي as a preservative، كلمة واحدة فقط الجواب. زين هسه نجي السيرابس، احنا قلنا sugar and water، نتوقع هل نتوقع وجود الكهول بالسيرابس؟ تقول نعم اتوقع وجود الكهول in syrups، لكن بنسبة شقد؟ راح تقولي اتوقع وجود الكهول in syrups in a percent not more than 10%. زين انا ايش وقت اكون مجبرة باضافة هذه النسبة القليلة من الكحول داخل السيرب؟ مجبرة لانه number one، سجلوها يمكم، serve as solubilizing agent for alcohol soluble ingredient، يعني عندي اني مواد داخل السيرب مذوب بالمي ابدا، فلازم استخدم كحول لاذابتها، فلذلك اضطريت استخدامها بنسبة 10%. هذا number one. Number two، الكهول concentrated by evaporation above the syrup. احنا نعرف الكحول طبيعتها متطاير volatile، فمن يصير له volatilization وين يتركز؟ concentrated above the surface of a syrup، يتركز على السطح مال السيرب، وبالتالي ايش راح يخدمنا؟ prevent the growth of surface mold. اذا هذه ال characteristics of الكحول اللي راح تجبرني باستخدامه بنسبة 10%. أقول لك إيش وقت أستخدم الكحول in preparation of syrups and at what and at which percent؟ بها نسبة، جاوبني not more than 10% for two reasons، number one number two اللي ذكرت لكم إياها قبل شوي. هذا سؤال جدا مهم. زين نرجع مرة ثانية إلى تحلل السكروز. الفرمنتيشن شرحناه، وبيا ظروف يصير عندي فرمنتيشن، وما هي علامات الفرمنتيشن بالسيرب. فالفرمنتيشن المفروض يكون عندكم واضح، والبريزيرفاتيف ايش وقت استخدمها، والكحول ايش وقت استخدمه and at which percent، وبنسبة ايش قد. طلاب إذا هذه واضحة اكتبوا لي واضحة حتى انتقل للهايدروليسيس اوف سكروز. واضحة هاي طلاب الثلاث مسائل او الثلاث؟ واضحة؟ نعم 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 زينب هاشم شنو السؤال ماما؟ زينب شنو سؤالك؟ اسألي. أنا راح أفتح لكم المايك ورا نهاية المحاضرة حتى نسأل زينب، أوكي؟ زينب إن شاء الله ورا المايك، مفتوح المايك لكم ورا المحاضرة حتى نفتح الديسكشن اللي يريد يناقش، أوكي؟ لأن هسه ما أقدر أفتح المايك.
إن شاء الله من نكمل المحاضرة أفتح لكم المايك. زين، نجي على الهيدروليسيز اوف سكروز. الفرمنتيشن عرفناه، نريد نعرف شلون يتحلل السكروز. السكروز مبدئيا هو من يا نوع؟ الدايسكرايد. من راح يتحلل؟ يتحلل بوجود الأسيد. إذا هذا التحلل هو أسيد سبيسيفيك، يعني إذا ماكو أسيد ماكو هيدروليسيز. هاي سجلوها يمكم طلاب، إذا ماكو أسيد ماكو هيدروليسيز. So the hydrolytic reaction is acid specific. نشوف فوق السهم H positive اللي هو معناها الحامض. Hydrogen ion act as catalyst. إذا هذا الأسيد يشتغل ككاتاليست مساعد لتحول السكروز من الداي إلى المونو. المونو شنو أسمائهم طلاب؟ فريكتوز and جلوكوز. فريكتوز إلى اسم آخر هو الليفيولوز. مرات ما يقول لك فريكتوز، يقول لك ليفيولوز. هذا الهيدروليتيك رياكشن is acid specific. That mean if the syrup not contain acid, so there is no this hydrolytic reaction. هذا الرياكشن ايش اسميه؟ اسميه inversion reaction. اسميه inversion reaction يعني الانقلاب، ينقلب من الداي الى المونو. الاسماء مهمة جدا تحفظوها، يعني من اقول لك شنو اسامي المونو سكرايد تقول لي جلوكوز اند فركتوز. الفركتوز يتحمل تسمية ثانية الليفيولوز، يعني ممكن ما اقول لك فركتوز اقول لك ليفيولوز، فانت تعرف لازم الاسم الثاني هو الليفيولوز. اوكي طلاب، زين. الانفيرت شوجر اللي هو الديكستروز او الفركتوز او الليفيولوز عندها سبيسيفيك كريتيريا، عندها specific criteria. الكريتيريا مالتها number one they are fermented more easily than sucrose, number two they are sweetener than sucrose, number three مهمة جدا اكتبوها يمكم هاي الظاهرة لأن احتمال أجيب لكم إياها اللي هي degradation of levulose. هذا levulose اللي هو الفركتوز قد يتعرض للتحلل degradation. أوكي، من يصير له degradation راح ينطيني براون كلر. المن للكلر للسيرب، الأدوية اللي ما بيها لون راح رأسا يظهر لي الظاهرة بيها واضحة، تصير يتحول من دواء ما بيه لون إلى لون براون. هاي الظاهرة ما أقدر أكتشفها إذا الدواء كان بيه لون معين، يعني إذا هو أصلا مخلي له كلرنج ايجنت فراح يغطي عندي، ما راح أنتبه لهذه الظاهرة. فهذه الظاهرة يعني تكون واضحة عندي إذا كان السيرب كلرلس، سيرب كلرلس ما بلون، فراح يتحول إلى لون براون. من يتحول إلى لون براون راح أقول لك شنو السبب، راح تقول لي بسبب ظاهرة الكاراميلايزيشن فينومينون. كاراميلايزيشن فينومينون، كاراميلايزيشن فينومينون منين جتي؟ كاراميلايزيشن فينومينون منين اجتي؟ جتي من ال degradation of levulose، بين قوسين تكتب فركتوز. طبعا الليفيولوز منين اجاني؟ اجاني من الانفيرجن reaction of what of sucrose in the presence of acid. فجوابك يكون كامل للاخير، توضح لي بيه ظاهرة الكاراميلايزيشن. اوكي، اذا معناها الكاراميلايزيشن طلاب تحدث هذه الظاهرة إذا كان السيرب يحتوي على سكروز without acid. من يجاوبني كتبولي بالجواب، كتبولي يا الجواب، تحدث أو ما تحدث؟ أحسنتم، لا تحدث. إذا ما عندي acid ما تحدث ظاهرة الكاراميلايزيشن. ليش؟ لأنه ما راح يصير inversion reaction. نعم، لازم غير عامل مساعد مثل الحرارة. هو صحيح سما، احنا الشوغر بالحالة الطبيعية من نخليه على الطباخ صحيح حتى اسوي منه كراميل، خاصة اثناء عمل الحلويات او الكيك نسوي الكراميل. الكراميل هو عبارة عن شوغر تخليه على الطباخ بوجود الحرارة، راح نسميه بالعامية يحترق الشكر.
بس هنا بالسيرب، بالسيرب ما نقدر نسلط حرارة سما. بالسيرب لازم وجود أسيد، يعني احنا هسه احنا في صدد آخر يعني كراملايزيشن أو ظاهرة الكرملة بالسيرب تختلف عن ظاهرة حرق الشجر بوجود الحرارة. فهو صحيح سما كلامك، لكن احنا بالسيرب ما راح نستخدم حرارة أو عوامل أخرى، لأنه مرات المواد الفعالة ما تتحمل وجود حرارة، تكون سنسيتيف. أوكي، فراح نتحدد بوجود الأسيد. إذا أكو أسيد راح يصير انفيرجن، من راح يصير انفيرجن راح يطلع لي فركتوز. من راح يطلع لي فركتوز، هذا الفركتوز إذا تحلل طلعت كراملايزيشن. هذا الفركتوز ماكو أسيد، معناها ماكو انفيرجن. اوكي، ماكو انفيرجن يعني ماكو فركتوز، اذا ماكو كاراملايزيشن. فهاي السلسله طلاب لازم تكون من الاول، يعني من الانفيرجن ووجود الاسيد ويطلع فركتوز ويصير ديجريديشن للفركتوز، ويكون الظاهره واضحه. لازم الدراج مالتي يكون كلرليس. اما اذا كان هو الدراج مالتي كلر ملون ما تظهر عندي، ما راح اكتشفه. فاحسنتم، يعني اراءكم حلوه. زين، نكمل الموضوع. الموضوع المهم الآخر هو الـ storage of syrup، خزن. يعني السيرب أنا هسه رحت البارحة اشتريت البنتي سيرب، اشتريت لها بروفينال سيرب بروفين، وجبته لأنه هو شوي يعطي حرارة. فشلون أخزن هذا السيرب؟ يعني بعد هو sealed، مغلق ما مفتوح. Generally, syrups are stored at room temperature in tightly stoppered, well-filled bottles. Saturation and refrigeration will inhibit both mold growth and inversion. إذا ال saturation ما تخصني، تخص المصنع اللي صنع الدواء، إنه يكون saturated solution of sucrose حتى شو نسوي؟ inhibit the growth of microorganism اللي ذكرناها بالفرمنتيشن بالتخمر. فهذا الشيء يخصهم هم. اما اللي يخصك انت هو الريفريجريشن، انه من تفتح السيرب وانا تخليه بالثلاجه ليه جوه، نوت ان فريزر، مو بالفريزر فوق، لا تخليه بالثلاجه ليه جوه. زين، حتى تسوي انهبيشن للمولد جروث، وبنفس الحال تسوي انهبيشن للانفيرجن رياكشن. زين، إذا خزنت بدرجة حرارة less than 4 degree centigrade، يعني حولته فوق على الفريز، حولت على الفريز، يصير؟ لا ما يصير. ليش؟ لان راح يطلع عندي ظاهره اسمها كريستلايزيشن. كريستلايزيشن اللي هي ظاهره لارج كريستلز، يصير احنا نسميه بالعاميه مثل الشكر. ماكو شلون يشكر، يعني تفتح القبغ تسمع صوت الشكر مالته. فهاي لارج كريستلز تكون، هاي لارج كريستلز difficult to redissolve، يعني صعب بعد ترجع تذوب مره ثانيه. فقدر تسوي تلف بالسيرب بشكل مبكر إذا حولت على الفريز. ناخذ الآن الأمثلة على السيرب. أول شيء عندي simple syrup according to the British Pharmacopoeia و simple syrup according to the United States Pharmacopoeia. simple syrup هو فقط يعني عبارة عن سكروز and water. الفرق ده تلاحظون طلاب فقط بالأوزان. بالبريتش فارماكوبي استخدم 667 جرام، وباليونايتد ستيت فارماكوبي استخدم 850 جرام، فقط بالأوزان مال الشجر هو الفرق. طريقة التحضير: weigh the beaker empty and weigh the sucrose in it. نوزن البيكر هو فارغ على الميزان، نخليه نصفر على الميزان على البيكر، نخلي السكروز داخله. بعدها نضيف small quantity of water with stirring to dissolve the sucrose on gentle heating باستخدام ال water bath. water bath هو فقط يسرع من عملية الذوبانية، أما هو السكروز فهو ذائب بالwater، لكن نعرف إحنا راح يكون تركيزه عالي جدا، يعني نوصل إلى مرحلة الإشباع الساتوريتد، فيكون بطيء بالذوبانية جدا. فلذلك أستخدم الهيت كمساعدة للذوبانية باستخدام ال water bath. Wait again to complete the weight by hot water. استخدام المي الحار أيضا حتى يشجع من ذوبانية السكروز داخل الووتر، لأنه راح نحصل بالنهاية على saturated solution، ونعرف كل ما وصلنا للإشباع كل ما قلت الذوبانية. بدنا نستخدم الووتر باث والهوت ووتر.
اوكي طلاب اللي يعني حتى تكون بالصورة انه ليش بدنا نستخدم هوت ووتر، ليش نستخدم ووتر باث، لان احنا بدنا نحضر concentrated solution of sucrose. نعرف احنا كل ما وصلنا للاشباع كل ما صار صعب الذوبانية. ناخذ هسه بعد ما شرحنا simple syrup اللي هو طبعا طلاب السمبل سيرب قلنا هو سكروز اند ووتر، فبوث اوف ذيم السمبل سيرب سواء بالبريتش او باليونايتد ستيت بوث اوف ذيم هي نون ميديكيتد. اوكي سمبل سيرب هو نون ميديكيتد اونلي اكت از ا فلافرنج ايجنت. هسه ننتقل للسيربس اللي تشتغل يعني هي ميديكيتد ذاتس مين كونتيننج ميديسينال سبستانسز. ايبيكاك سيرب، ايبيكاك فلويد اكستراكت، جليسيرين، سمبل سيرب. اذا هنا السمبل سيرب شنو فائدته؟ السمبل سيرب فائدته انه فلافرنج ايجنت، واضح؟ المن للايبيكاك سيرب اللي هو ميديكيتد سيرب فهو فلافرنج ايجنت. اوكي اذا عندكم سؤال شنو فائدة السمبل سيرب داخل هذه الوصفة، هو فلافرنج ايجنت المن للايبيكاك سيرب اللي هو medicated syrup. The method mix the fluid extract with the glycerin then add enough syrup to make the product measure 1000 ml. 1000 ml and mix it thoroughly. زين ال Ipecac شو استخدمه؟ ال Ipecac used as expectorant in a small dose. بالجرعة القليلة هو expectorant مادة مقشعة، اما بالجرعة العالية استخدمه as emetic. emetic يعني شنو هو؟ يعني vomiting agent، يعني vomiting agent. اوكي التولو بلسم سيرب، تولو بلسم سيرب tincture of تولو بلسم magnesium carbonate sucrose and distilled water. زين طريقة العمل method mix تولو بلسم tincture with 10 gram of magnesium carbonate and sucrose 60 gram in a mortar. Gradually add 430 ml of distilled water with trituration and filter. Dissolve the remainder of sucrose in the clear filtrate with gentle heating not above 50 degrees centigrade. ما نتجاوز هنا ال 50. ليش؟ يعني عندي مواد sensitive للهيت وايضا السكر راح يصير بي يتحول اللون البني، يصير عندي ظاهرة الكراميلايزيشن. Strain the syrup while warm and add distilled water through strainer to make product and mix it thoroughly. النوتس هاي مهمة جدا. التولو بلسم احنا قلنا استخدامه هو اكسبكتورنت وفي نفس الوقت ممكن استخدمه كفلافرنج لان طعمه طيب او ممكن فلافرنج الميديسينال سبستانسز. التولو بلسم طبيعته soluble in alcohol, in ether, in chloroform, but it is insoluble in water. ليش؟ لأنه يحتوي على مواد راتنجية الرزنس، رزنس يعني مواد راتنجية لا تذوب في الماء، فقط تذوب بالمذيبات العضوية مثل الكحول والإيثر والكلوروفورم. زين هنا شنو فائدة المغنيسيوم كربونات في هذه الوصفة؟ المغنيسيوم كربونات is a very soluble in water and partially soluble in alcohol. وبالتالي act as distributing agent for tolo balsam tincture because it is alkaline and this help in what in dissolving the resinous content of the tolo balsam. مواد الراتنجية اللي بالتولو بلسم واللي مذوب بالووتر استخدمها المغنيسيوم كربونات as distributing agents and that lead to what to dissolving this resinous substance or resinous content in water. هذا هو حاليا طلاب هو المختبر مالتنا يعني هو انتهى، فهسه راح افتح لكم المناقشة اللي عنده سؤال أو جواب. طبعا بال9:15 طلاب تنفتح الحضور على الجوجل كلاس روم، فسجلون بال9:15 ينفتح الحضور وينسد بال9:30. الطلاب الاستضافة والنقل أريد من ممثل المرحلة يكتب لي أساميهم حتى يعني أسجلهم حضور، لأن ما عندهم إيميل حسب ما عرفت.